السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القول الأسباب اللي خلات السعودية والإمارات حبوا يضربوا قطر. والله العظيم غير عيب وعار، عيب وعار. تضرب بلد شقيقة مدين منها في زوج، يتسمى كي السعودية مدين انسا من تما، ومن قطر مدين رجاء انسا من السعودية، والامارات مد كيف كيف. اسمع، هاد البلدان هادو ما في ثلاثة من موسين من بن بكري متحدين. شوفوا الأسباب. طبعا احنا نتحدث الآن على السعودية والإمارات على أساس والأزمة القطرية، لكن نحن نتحدث على تركيا اللي هي كان ممكن تكون سند لهذه الدول العربية في ملفات عديدة. الواشنطن بوست الآن أمامي، لا أدري الزملاء إذا يضعون يعني تكبير للعنوان. الواشنطن بوست تقول نقلا عن مسؤولين إماراتيين كبار، تقول بأنه يمكن للأزمة الخليجية أن تنتهي لو تخلت قطر عن احتضان كأس العالم. تصدق ولا تصدق، كنا نشير إلى هذا العنوان منذ بداية اليوم الأول في الأزمة، ليس ضربا في الرمل أو علما بالغيب، لا، لكن أردنا أن ننزل إلى مستوى تفكير بعض أهلنا في الخليج. للأسف تفكير بسيط وسطحي وساذج، يعني غير قبائل وعائلات. ليش قطر تحتضن هذه المناسبة الكروية الكبرى ونحن لا؟ هم يتطاولون في البنيان ويتطاولون أيضا في مثل هذه الاحتفالات والمهرجانات. كيف قطر تستقبل كأس العالم وتحتضن كأس العالم والسعودية وأبو ظبي لا؟ نكاية بدنا ندمرها. والآن بدأت تخرج الأسباب الرئيسية لكل هذه الأزمة. قال لك والله لو تخلت قطر عن كأس العالم يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي. خلاص اكشفوا أقنعتكم. أنا فقط رد على المتصل منذ قليل اللي قال والله ليش ما يصل إلى دمشق؟ يصل إلى دمشق بدعمكم، ولكن أنتم تخليتوا عنه. للأسف طبعا هذا ما سمح به الوقت في حلقتنا الأولى، بالتأكيد لنا عودة. يا للعجب، والله العجب.